أعزائي المشاهدين، مساكم بالخير بالحلقة ال15 على التوالي من برنامج عم صلي لك. ودائما عنا صلوات خاصة عم نصلي على نوايا خاصة ببرنامج عم صلي لك، وأيضا الضيف اللي عم بيكون معنا بيكون هو رمز ليكون عم بيوصلنا رسالة معينة عايشها من اختبار معين من خلال مسيرة حياة، لحتى تكون هيدي النية تتبلور ونشوف نحن كيف على ضوء حياتنا ممكن نعيشها. انا دايما مثل العاده ببرنامج عم صلي لك مسجات معينه بكون عم مرقها كرمال نكون خلال هذا الوضع اللي بنعيشه نحن وهالحاله اللي بنشوفها اليوم على صعيد وطننا لبنان، يلي عم يتالم، يلي عم يتوجع بظل يد الارهاب يلي عم تضرب بوطننا. كل جمعه من برنامج عم صلي لك ذات الحديث بالبدايه بنحكي عن الانفجارات اليوم اللي عم بتصير ببلدنا، هالحاله الهمجيه اللي عم بتصير وضحايا وارواح شهداء عم تسقط على أراضي اللبنانية إن كانت من طوائف عديدة. وأيضا رح أرجع أحكي خصيصا عن المقدسات الدينية اللي عم تنهان خاصة بالدول العربية، توجيه رسالة لكل الأشخاص يلي عم يكون في عمل عمدي على هذه المقدسات الدينية إنه التمثال إذا هدم لا يشوه صورة العذراء أو سيد المسيح، بالعكس هيدا الشيء بيكون اكثر واكثر عم يقوى. وايضا بدي احكي عن حالات كمان غير الانفجارات اليوم على صعيد وطن لبنان، هو عمليات الخطف يلي عم بتصير، كمان اعمال لا انسانيه يلي عم بتصير. فتوجه رساله للمسؤولين وكل الاشخاص المعنيين حتى يكون نحن في عنا هذا الوعي. كمان ايضا لو مش اليوم مخصصه هيدي النيه لحتى نصلي على هيدي النيه الخاصه، ولكن رح نكون نحن عم نصلي على نيه هؤلاء الاشخاص يعني عم بيكونوا عم يعملوا هؤلاء الافعال وهذا الجرم بحق الاعمال اللا انسانيه. خليني استرسل ايضا تحكي اليوم عن ضيفي انا، وتبدي يكون عم بعرف عنه لانه هو اكثر من صديق، هو خيي، فبكفي اذا بكون عم بقول هيدي الكلمه. خريج ستار اكاديمي، عنده العديد والعديد من النجاحات اللي حققها من خلال حفلات عديده. خليني اقول عنه صديق المقرب جدا، لا حتى لا اذاعه تي في تشاريتي لانه كان عنده اطلالات عديده على هيدي الاذاعه الكريمه. خليني بدايه نرحب فيه وكون انا وياكم عم بلش حلقتنا من برنامج عم صلي لك. افريم سلامه، ما حكيت عنك كثير. مساء الخير. شي كلمه واحده بتعبر، كون عم بقول لك انه انت خيلة لي. هيدا اذا بدك اتمنى تقدير بحصل عليه. دائما انت عم بتكون بمقابلاتك عم بكون معهم، عم بكون الطفل المدلل اذا بدك لتشاريتي تي في، وعم بكون براحه تامه لدرجه عم بحس حالي ببيتي. انا بدي اشكرك، انت عن جد خي واكثر من صديق، ولي الشرف انا اكون معك. فريم، عندك كان اطلالات فنيه، اطلالات مقابلات صحفيه والعديد العديد من الاعمال. اليوم رح يشوفوك حتى كنت بعدد، كنت انا وياك مره كمان بمقابله بيك فردي بيان، وايضا بقصه بطل والعديد العديد من المقابلات اللي كنا سوا. رح يشوفوك مشاهدين بنكهه خاصه. خلينا من بعد هيدي الفقره الصغيره نكون عم نبدا انا وياك فقره مشاركه حول الانجيل. لو قطشتك يلا نرجع نكون عم نكفي. مثل ما كنا عم نقول فريم قبل ما بلشنا كمان ايضا برنامج عم صلي لك، كنا عم نحكي انا وياك عن فقرات نحن بنعملها خلال هذا البرنامج. الفقره الاولى هي فقره المشاركه حول الانجيل. تعودوا المشاهديننا انه يكون نحن عم نفوت باطار الانجيل المقبل يلي هو احد الموتى، يكون احد كمان هيدا مبارك على الجميع ونترحم على جميع موتانا، ويكون شيء هيدا تمهيد اليوم اللي عم نقريه. رح نقرا معك لوقا الفصل 16 من 19 للاي 31. في شيء بدك تقوله؟ 100% يمكن هيدي على الاكيد انه هي اطمن فقره، بس انا اكثر فقره تحرجني هي القرايه. معلش مش فبدي اعتذر من كل عم يحضرونا. مشكلتي انه ماني استاذ عربي، ماني استاذ ادب. رح تقري لنا لوقا 16 من 19 للاي 31 قد ما كان تنشوف الانجيل اليوم شو رح يقول. فحص ادب يعني اليوم. اليوم عندنا مثل الغني ولعازر. كان رجل غني يلبس الأرجوان والكتان الناعم ويتنعم كل يوم تنعما فاخرا،
وكان رجل فقير اسمه لعاذر ملقى عند باب قد غطت القروح جسمه، وكان يشتهي أن يشبع من فتات مائدة الغني، غير أن الكلاب كانت تأتي فتلحس قروحه. ومات الفقير فحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ثم مات الغني ودفن، فرفع عينيه وهو في مثوى الأموات يقاسي العذاب، فرأى إبراهيم عن بعد ولعازر في أحضانه، فنادى: يا أبت إبراهيم ارحمني، فارسل لعازر ليبل طرف إصبعه في الماء فيبرد لساني، فأنني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا بني، تذكر أنك نلت خيراتك، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك ونال لعازر البلايا، أما اليوم فهو ههنا يعزى وأنت تعذب. ومع هذا كله فبيننا وبينكم أقيمت هوة عميقة، لكي لا يستطيع الذين يريدون الاجتياز من هنا إليكم أن يفعلوا، ولكي لا يعبروا من هناك إلينا. فقال: أسألك يا أبتي أن ترسل إلى بيت أبي، فأسألك يا أبتي أن ترسل إلى بيت أن ترسله إلى بيت أبي، فإن لي 5 إخوة، فلينذرهم لئلا يصيروا هم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء فليستمعوا إليهم. فقال: لا يا أبت إبراهيم، ولكن إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن لم يستمعوا إلى موسى والأنبياء لا يقتنعوا ولو قام واحد من الأموات. بدك بلش تحكي ولا بدي أقول لك شيء قبل أنا؟ فحص الأدب؟ تفضل. ده حطيت لي عين. اليوم نحن مثل ما بيعرفوا مشاهدينا بالأسابيع الممهدة لزمن الصوم اللي نحن رح نفوت فيه، الكنيسة بتعيد كمان اليوم زمن التذكارات مع أحد الكهنة، أحد الأبرار والصديقين، أحد الموتى. في اليوم عم نصلي مع الكنيسة على نية جميع موتينا، نكون كمان هيك عم نحتفل ونكون أكيد يكون إنه الراحة الأبدية. قريت الإنجيل، رح يكون عندك أنت اليوم رأيك من خلال نص الإنجيل. هذا الإنجيل بيعنيني بشكل خاص، ما رح أقول شو بيعنيني، اللي بيعرف بيعرف شو بيعنيني. أكيد الوالدة خلي لي إياها طول عمرها، أكيد فهمت قصدي، وهي دايما 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 لما كنت أشكي لها أمي اللي تذكر يا أمي قصة الغني والعازر. فيمكن يمكن ربنا حط هيدي اليوم هالإنجيل وحطني اليوم بهيك مقابلة ليقول لي اسمع كلام أمك، لأنه عن جد بيمسني بصورة خاصة. قد ما الواحد يجمع ثروات وثروات وثروات، وقد ما الواحد يمكن تكون المادة هي اللي بتعني له وبتكون هي إذا بدك الرب تبعه مش رب الخالق، رح يوصل لمحل ورح بيصير فيه مثل هالغني اللي توفى واللي كان آكل حق لعازر. ويعني أنا بعتبره هيدا حق من حقوق لعازر، يعني إنه مش بس إنه هيدا حق الغني إنه ما يعطي الفقير، حق إنك أنت هون في معك بإيدك ورقة قادر تخلي هالمحتاج يوصل لشيء أنت يمكن عندك مرور الكرام. فبعتبره حق من حقوق العازر. إن شاء الله تتم العدالة الإلهية لكل شخص بيستاهلها، والرب ديان الكلى والقلوب. يعني خلص شو بدنا نقول أكثر. فريم، من بعد قراءة الإنجيل وإعطاء خبرتك الشخصية من خلال هذا النص اللي حسب ما فهمت منك أنه بيعني لك كتير، بيعرفوا مشاهدينا أنه بختام هذا الفقرة نكون عم نقرأ رسالة صغيرة. بعد في قرية؟ إيه؟ بعد في قرية؟ بس قرية مش لألك، قرية هالمرة لألك. رح أنا قريهم.
كمان رح تكون بالنحوي ونكون عم نصلي انا وياك ومشاهدينا على ضوء انجيلنا اليوم، على ضوء هذا الاحد اللي هو مخصص لاحد الموتى. اعزائي المشاهدين، رح نكون عم نصلي الصلاه اللي تعودنا عليها دائما، كنا عم نصليها بختام هذه الفقره اللي هي فقره المشاركه حول الانجيل. صلاتنا اليوم بتقول: ايها الاب السماوي، يا نبع الحياه الابديه، نشكرك اليوم على الفداء الذي تممه ابنك يسوع المسيح، فاستحق لنا نعمة البنوة بالتبني، والتي جعلتنا من جديد شركاء في بيتك السماوي. أعطنا اليوم أن نفتح قلوبنا وأذهاننا على نعمة روحك القدوس، فنعيش الاستعداد الدائم للانتقال من الحياة الأرضية إلى الحياة السماوية، حيث نمجد على الدوام اسمك الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد. آمين. أمين. بختام هذه الفقرة أعزائي المشاهدين، كمان معك فهم كنا عم نختم الفقرة الأولى، هي أنا بقول سمرة كتير مهمة ببرنامجنا، هي فقرة المشاركة حول الإنجيل، زوادة ممكن ناخذها اليوم لحياتنا اليومية ولهيدي الجمعة. خليني أختم أنا وياك لحتى نشوف اليوم لا فريم سلامة معنا ببرنامج عم صلي لك، وعلى نية مين رح نصلي أكيد من بعد ما نتوقف مع بريك صغير. يلا أعزائي المشاهدين، لكن نحن رح نتوقف مع بريك صغير، من بعدها متابعين معكم برنامج عم صلي لك. أفضل وصفة تتحل كل مشاكلك وشو ما كانت، راب الإنجيل. اسأل مجرب وما تسأل حكيم. أنت بتقول أكيد ما بقدر، برأيي اللي عم بصير بحياتي في إشياء مناسبة وإشياء لا. عطول بتحس هيك في مثل شيء بده ينزلك، ما بده يخليك تطلع، بتحس بالضعف. الله بيقول أعزائي المشاهدين، متابعين معكم برنامج عم صلي لك بالفقرة الثانية على الطويلة، فقرة الصلاة على النوية. رح نشوف كمان اليوم ضيفنا فريم سلامة، لا هو معنا اليوم ببرنامج عم صلي لك. أنا بدي أسألك خير. لا أكيد أنت عارف قبل، أنت عارف قبل فريم.
اليوم حبينا معك بالغنى عن كل المقابلات وعن هيدا الجو اللي عشته سابقا ستار اكاديمي والشهرة وكل هذا الاطار اللي حكينا عنه بشهرة حياتك. اليوم حبيت خصصك عن كتاب معين يمكن اسم كتير كبير من الناس اللي ما بتعرفه، وصارت تعرف الناس يعني وقت تكون انت معي بنكون عم نحكي كتير مصارحة اشياء من القلب كتير للقلب، صح كتير ونكون اشياء كتير بريفي وكتير خاصة انت عم تعيش حياتك. حبيت تكون عم تبلورها اكتر اليوم بحياتنا تنشوف نحن وين ممكن نتعلم منهم. فريم، انت فقدت الوالد عن عمر صغير وعشت خبرة، ورح نشوف اليوم الناس اللي صلوا معنا على الفيسبوك على الواتساب وعلى تويتر شو صلوا معك. انا ما خصصت فريم معي، حطيت انه احنا رح نصلي عنية الموتى، رح نمشي عنية كل الاشخاص يلي صلوا معنا. بس قبل رح اقول، رح بلش معك تقول انت شو الخبرة اللي عشتها، لانه انا بعرف انه بالاكاديمية عشت شيء، ببيتك عشت شيء، على صعيدك الشخصي عشت شيء. فاليوم رح نصلي على نية جميع الموتى، مش بس على نية راحة نفس الوالد، أكيد أكيد على راحة نفس جميع موتانا. بس معك رح يكون عم نشوف على نية مين كمان، خاصة كيف عشت هيدا الخبرة. هلا الخبرة بالحياة برات صار أكاديمية، توفى الوالد يمكن كان عمري 3 أشهر، ربنا عوض لي بأهل أمي اللي هن لعبوا دور بي وخي، ويمكن فقدان الوالد كان تعويضه من ربنا هو هالوالدتي، واللي ما قصروا بولا شيء حتى من نحن لكنا صغار لهلا. هذا الشيء كان كتير كتير ثمنه غالي علي لي، يعني لانه انت لما تفقد شغله بتحس انه كنت عايش بمحل وصرت بمحل تاني. بصدق انا ما حسيت بفقدان او في عندي محل نقص الوالد، غير لما كبرت شوي اللي هو بالعمر اللي بحاجه الشخص له، شاب او صبي، لانه يكون والده حده او يشكي لشخص بحس حاله انه هو مجبور فيه او مسؤول عنه، وهو الانسان الوحيد اللي شايفه مثاله الاعلى اللي هو البي. وهذا الشيء كمان ما كان كتير وقعه كتير قوي علي، لانه برجع بقول اهل ولدتي وانا بحييهم وبشكرهم على كل هالعمر اللي كانوا واقفين حدنا، اللي هن اكثر من بي كمان كانوا. فريم، هاي الخبرة كمان رح نحكيها بالفقرة الثالثة، فقرة التسبيح. هي نشوف كمان اللي صلوا معك هيك تنعطيهم حقهم، لانه اسم الله عليهم، كان فيسبوك او كان واتساب او كان تويتر، العديد والعديد من الناس صلوا معنا يمكن عنية موتى. رح ناخد بعض الاشخاص. انت معك، اوكي قل لي انت شو بقي هن. انا اللي يلا. شفت انا كتبت لهم انه هالجمعه ضمن برنامج عم صلي لك، رح نصلي عنية جميع الموتى، وانتوا عنية مين بتحبوا تصلوا، هن اللي بيعبروا عن اللي بيحبوا يصلوا. اوكي رح انا اشوف معك. اكيد متشكرون عملوا لايكات، خلينا نكون عم ناخذ معك، خلينا نبلش من الاول. اكيد الكاميرا رح تكون عم تاخذ القسم الاكبر من الاشخاص يلي هن عم بمصليين كمان. خلينا نبلش اول شيء، بلش من سمي الاسامي ولا لا؟ اكيد بنسميهم. نادين سقيم على نيه الانفس المطهريه ان شاء الله يا رب. جيسيكا الشرتوني على نية كل شخص بحاجة لصلاة، وعلى نية السمستر الجديد ممكن نحن نعمله. شكلك كمان بعرف فيت جديد على الجامعة. لالله يعطينا القوة ننجح بتوفيق، وأنا كمان صلوا لي لأنجح السنة آخر سنة. كمان خلينا نشوف كمان معك، فيك تقفي منه لأنه مثل ما قلت على الكاميرا عم ببين كل الأشخاص اللي مصليين يعني بال على الهواء. خليني كمان اخذ انت اللي بتنقيه هون فريم. رح نقي اقصر شيء يعني. نقي اللي بدك اياه. اوكي، على توني حموي، والسلام بلبنان والرجاء بلبنان، امين ان شاء الله يا رب نخلص من هالموجة اذا بدك حرب، عن جد حرب، موجة حرب بتطلع. هالجمعة منصلي على نية ليليان طنوس، هالجمعة منصلي على نية المرضى ونطلب من يسوع يشفيهم من أوجاعهم شو ما كانت، ويساعدهم يحملوا صليبهم ويعطيهم القوة، أمين. أنا كمان بدي صلي على نية كل المرضى الله يشفيهم، وهيدا صليب بيحملوه هون، والله يشفيهم ويكون معهم يا رب. رح ريحك شوي صغيرة. مشكرك.
لا رح نلحق شوي صغيرة تأخر أنا كم حدا كمان، إن كان على تويتر أو إن كان على الواتساب. في معي بداية شخص مش حابب يقول اسمه، بيقول صلي لي لحتى ألاقي شغل لأنه هلأ قاعد بلا شغل، أنا كمان بدي صلي معك. في معي أنطوانات مخول عبر الواتساب بتقول أنا اليوم بدي صلي على نية الموتى روحيا، نية كتير حلوة أنا حلو بوجه لها كتير. تحية. في معي كمان خينا إلي أسعد بحب صلي على نية كل الناس اللي عم تشعر بالوحدة وبنقص من ورا قلة الحب، أنا بتشكرك خينا إلي أسعد. إيفاليس أنطوان أنا بحب صلي على نية روني إبراهيم، شاب مات برصاصة طايشة وإن شاء الله بتكون نفسه بالسما، أكيد نحنا صلاتنا معك أختنا إيفاليس. بدي صلي على نية بيي لله يشفيه، سلام بركة فرير جورجيت عقيقي بتشكرك. إلهام سعادة على نية كل إنسان مش ملاقي دعوته بعد، أنا بتشكرك أيضا صديقة البرنامج أختنا إلهام. في معنا خينا إلي شهوان أنا بدي صلي على نية موتانا جميعا، خاصة من أبناء جمعيتنا جمعية المرسلين، وبصلي على نية موتى عائلتي بالأخص بيي خليل شهوان، حتى الرب يسكن الأخدار السماوية ويعاملون ويكون بين أحضان الرب ورحمته. وبصلي على نية المرضى الكانسير لأنه في كتير موتى توفوا بهذا المرض خاصة بيي، أمين. كمان نحن صلتنا معك خينا إلي شهوان. بير مروان غانم بيقول أنا بدي صلي لراحة نفس أمي وكل موتى، صلتنا معك خينا مروان. جو باسيل على نية الأيتام والمعترين وعلى نية كل مريض بالكانسير، رح آخذ بعد واحد وبيرجع من بعدها بنكون عم نكفي معك كم حدا عبر الفيسبوك. في معنا منى خير الله بصلي على نيتنا حتى الله يوفقنا، نبيل نعمة عنية هالوطن وشعبه المعتر. كمان بنشكرك خينا نبيل لأنه ذكرنا هذه النية ببداية برنامجنا، شفنا قد ايه عم يتخبط بلدنا لبنان بهذا الظل التخبطات العديدة. خليني كفي معك فريم على الفيسبوك تنشوف اوكي كمان مثل ما قلت على الشاشة عم بيشوفوا اللي أشخاص شوي بعد الصلوات. اوكي منصلي ساندي الحايك على نية الجيش اللبناني كله وعلى رجاء انه الرب يحمي كل عسكري، أها سند الحايك وهي من بتشكرك. ضمن سليمان صوتنا لإلك. فرنجية سليمان فرنجي بيصلي على نية ال شو الكرازات كلز الجديدة اوكي على اني لخلص السنه واتخرج من الجامعه، يا رب الله كمان يكون هيتمت معك لك خيطة. نشرك صلاتنا بصلاته. ميراي دكاش ميراي دكاش انا بصلي على هالجمعه على نيه كل شخص عم بيموت بحادث سير، عم بيموت من الفقر والجوع، عم بيموت اوفر دوز من المخدرات، شو تربنا يخلصهم ونفسهم ويخلص نفسهم ويسكنهم بالملكوت المقدس، امين يا رب. اكيد في معنا كمان مثل ما عم نشوف رولا برقاشي، فيفيان مزبوط غصن، جورج جورج معلولي، معلولي في منهم كمان معددين موطيهم انا بتشكرهم. خليني كمان ريحك شوي فريم، علق بس اذا بتعلل شوي الصفحة على الفيسبوك هون بنعلي لك نكون عم الصفحة بنشوف كمان اذا في نلحق نكون عم اوكي اسم الله لانه نكتار. في معي ميراي يونس بتقول انا بحب صلي من كل قلبي على الشاب على نية شاب مارك اصطفين على نية خالي وجدي ميرسي، انا بتشكرك ميراي يونس. في معنا ماريان سعيد ليلي بنصلي على نية ضحايا الانفجار اللي عم بيروحوا ببلاش، انا بتشكر صلاتك مثل ما صلينا كمان بالبداية. بنحب نصلي على نية المرضى والأموات وكل المحتاجين. ماري أسمر بتشكرك أختنا ماري بالفعل لأنه في أيضا المحتاجين اللي هني كمان بحاجة لصلاة. جوزفين دكاش بونسوار بنشارك صلاتي معكم على نية الموتى وأيضا على نية موتى عائلة توفيق دكاش، أكيد مش أنا يعني هذا جدي، أنا بتشكرك. ناي عزو بتصلي على نية وضع البلد، كمان نحن بنشرك صلاتنا بصلاتك. ريتا اصطفين كمان ذات النية بس بليز خصوني بنية خاصة لعائلتي مرقة بظروف صعبة، نحن بنشكرك على نية صلاتك ريتا اصطفين. سيدي ظاهر بذكر بصلاتي جميع الموتى وخاصة النفوس المنقطعة وما عندها مين يذكرها بالصلاة، امين. تنعطي كمان حق الفيسبوك قبل ما تكفي كمان فريم، قلنا الاختبار رح تكون عم تنقله انت اكتر.
بالفقرة الثالثة، فقرة التسبيح. بس كمان في عندي لك سؤال. بس قبل ايه سؤال، في نية هون كتير حبيتها. ايه وين بدك؟ قل لي سابين بس. دا سيلفا عم بتصلي عنية الأطفال المجهضين، ليك هلا كتير حلو. هيدي صلاة طويلة، يعني بدك تشوف شو بدك تقرا منها. تفضل. هلا اللي لفتني فيها بالأول إنه صلاة على نية الأطفال المجهضين واكيد انا بوعد مشاهدينا نعمل حلقة خصيصا ضروري، عن عنية مزبوط الاجهاض. صح. يكون الله بقلوب الأمهات ويعرفوا نعمة الولادة شو كبيرة. مزبوط، حلو كتير. أنا كمان بضم صوتي لصوتك. أكيد ما نصلي مع مايا حتشيتي والياس عون الياس عون ودانيس كمان، فاير عم بحييك. داني صفير. انا كمان لانه يمكن كاتب ديجا، بتعرف عنية مين؟ داني كمان بيصلي عنية اهله اللي توفوا. انا كمان بشرك صلاتي بصلاته ونحن لخينا كمان داني. أكيد. في معنا كمان الياس عون، تودا، سمر خازن، باتور، رانيا ماري حداد حداد، ريتا ابو أبو ديوان كمان ديوان. انا بوجه لها تحية، عم تحضرنا دايما من استراليا. ميشيل بدوي، جانو، ابو عيسى خلف كمان عم بيصلوا عنية موتيهن، دلال، ندى، خرياتي، شيخاني، صاروا صاروفيم، دومينيك شيخاني، أجب أصلي كمان عم تقدر تشوفهم مشاهدينا، لكل الأشخاص يلي عم بيصلوا على في نوايا الفيسبوك. بتجنن. مزبوط. كنت لفتك شي على نية الأشخاص اللي عم بيموتوا جراء الإجهاض، الأطفال يلي مش المجهضين. ذنبهم، مزبوط. في عندك خبرة خاصة اللي بتحب تنقلها اللي عم تحكي عنه؟ خبرة خاصة يعني مع رفيق، مع عائلة معينة؟ لا صراحة لا، بس انه هي فكرة انه الاطفال المجهضين انه يعني يعني هذا بعد الشخص مش شخص ذنبه، ما ذنبه يعني نحن اليوم مش بنحدد مصير الإنسان هيدا الآخر. الشيء. يعني انا مثلا كيف ضد الاعدام، ضد الاجهاض، بس انه يعني هيدا الشيء بيرجع لكل شخص. رأي شخصي أكيد انا هلا لا حابب في نية حابب اقولها له على الموتى، موتى الروح. في نية في قالت كتير شخص حلو. معي على مزبوط. الواتساب كان عم بيقول انا مصلي عنية الموت، انا كثير لفتني كمان. انا كمان بدي اقول بدي صلي على نية موتى الضمير اللي صراحة كتير كتار خاصة كمان بهذا الزمن، بنصلي على كتير نيتهم. كتار. خليني اخذ كمان معي رودي دكاش بيقول بصلي عنية جدي. هشام ابو زيد، انا بشكر دائما متابعتك معنا. كمان هشام، الله معك فرير عن جديد، بهنيك على هالبروجرام والله يقويك. بصلي معك على نية الموتى وبذكر البابا تانيوس ليكون بملكوت الله، امين. كمان نحن مش نذكره بصلاتنا. كمان شرب الظاهر، انا كمان وجه لك تحية، سلام المسيح. بحب صلي على نية كل الاشخاص وعلى كل نية كل الموجوعين حتى الله يشفيهم، اولا من خطاياهم وثانيا من مرضهم. بطلب من الرب يعطيهم القوة حتى يتحملوا وما يستسلموا مهما عصفت فيهم هالحياة، وقد ما كانت مشاكلهم كبيرة وصعبة. أنا بتشكرك. في معنا بيير ظاهر، أنا بصلي على نية مرتي لحتى تقوم بالسلامة، وعلى نية ولادي وعائلتي كمان. نحن بنشرك صلاتنا بصلاتك خينا بيير. في معنا أيضا فيفيان غصن بتقول سلام المسيح، بصلي معكم على نية البابا وعنية الأنفس المطارية والشهداء. بشكر فيفيان وبشكر كمان أيضا مشاركتك الدائمة معنا ببرنامج عم صلي لك. في معنا أيضا شرب الإسكندر، ضيفنا السابق، مساء الخير، بحب صلي عنيد كل الفائدين الرجاء برحمة الله. بتشكرك خينا شرب الإسكندر. رنا دكاش، أنا بحب صلي عنيد كل المرضى حتى يكونوا عم يحملوا صليبهم بفرح ويسلموا زويتهم للرب، لأن مشروعه أكبر بكتير من ما منتصور. أمين. خلينا ناخذ كمان معك كم حدا عن الفيسبوك فيسبوك فريم، ومن بعدها بننتقل عن خبرة معينة حاب كمان أسألك عنها. فاديا طنوس نكاد اوكي بتصلي على نية جوزها وبنتها وجميع الموتى و كمان وجه تحية لسلمى رفول، للينا الراهب عن كمان عنية نفس على نية على نفس النية يا أبونا. كمان لينا الراهب اوكي دايما بتصلي معنا. إلي شر شمعون، اللي تشمعون على راحة نفس كل موتانا. في معنا شرب الكرم كمان. ونوجه له تحية لشربل. شرب الكرم هيدا بتعرفه لأنه صحافي شرب الكرم. أها كمان موجه له أوكي. تحية لشربل لكان. كل موجوع اللي تشمعون على نية كل موجوع بالنفس وبالجسد. أكيد على شرب الكرم، على نية الحياة اللي هي نعمة ومشوار، على نية إنه ربنا يرد الناس ليتذكروا إنه العمر مشوار.
اسم الله عليهم اليوم الفيسبوك كثير مليان يعني، كثير. اسم الله عليهم. ان شاء الله اكيد ندى، سعد اكيد، زينة منصور، فادية ابرقاشي، الله يتقبل منكم. انطوانيت سعيد، انطوانيت سعيد، سلامين فرنجية. انت مصلي؟ ايه. اي ساعة رحت وجيت؟ لا انا حطيت لهم انه المجال مفتوح اللي بحب يصلي معنا، بس ما ركال عيد كمان انا بحب صلي. ما جات لك تحية كمان ركال، بتقول انا بشكرك يا ركال، ركال صديقتنا. و كمان فريم، خليني كمان وجه تحية لكل الأشخاص اللي شاركوا على الفيسبوك. أنا كم شخص كمان معنا إياهم هون على الواتساب. أنطوان صفير بيقول الانتونسيون دو نو بارون كي سون شي لو سينيور. أنا بوجه لك تحية أيضا خينا أنطوان. في معنا كمان أيضا شرب البرقاشي، بحب صل عنيد جميع الموتى، عنيد روح عمي رفيق برقاشي، عنيد كل إنسان سبقنا عند يسوع، يا رب ارحمنا وارحم جميع موتانا. أيضا بدي صلي عنيد المسيحيين المضطهدين بالعالم. شكرا لك شربل، وشكرا يلا صلاتك. شايبين حج على نية المرضى والدعوات، وكمان على نية كل شباب لبنان. بشكرك انا بولا انطون. انا بدي صلي على نية جميع الموتى المؤمنين وغير المؤمنين، تا الله يحطهم يحيطهم برحمته، وعلى نية كل شخص حاسس حاله وحيد وفي حدا حده، لا الله يبلسم له جروحاته. بتشكرك. في معنا ماري دكاش بيقول بدنا نذكر موتينا كل يلي سبقونا، بذكر اختي عفيفي شدياء وسلامين شدياء. كمان انا بتشكرك ماري دكاش. في معنا كيفي يوسف على نية كل الضحايا اللي عم بيموتوا بالانفجارات. مايك متى بيقول بحب صلي على نية ابني يلي جاي من السفر، على نية كل عائلة واصحابه، على نية السلام ببيوتنا وعيلنا. انا بتشكرك. سور ربيعة مطران، ارحم اللهم عبيدك حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. بنصلي عنيد كل موتينا وكل نفس يلي بحاجة لصلاة. سوريتا بصلي عنيد كل نفس رائدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية، بطلب منهم انه يتشفعوا فينا نحنا يلي ناطرين هالرجاء يلي هو وجه الله. سوريتا ايضا شويري، انا بتشكرك. تاتيانا دكاش بحب صلي عنيد كل الموتى يلي سبقونا عالدنيا التانية، وبخص بالذكر خالتي عفيفة وعمو أديب. كمان أنا بشكر صلاتك. رح عدد الأشخاص كمان. في معنا أنطوني شعيا، كمان بعض الأشخاص لأنه منهم بقى كتير بيصلي على نية جميع الموتى وعلى كل إنسان تيكون عنده القوة والإرادة تيعرف يستخدم النعم يلي عطانا إياها الله. وبصلي على نية الشهداء الجيش اللبناني، آمين. زميلتنا تاتيانا الحلو، يلا بعد سبقتني تاتيانا الحلو، كنت بدي أقول لك سبقتني. أنا بصلي على نية نفس أهلي كمان الله يرحمهم، لأنه فقدت تاتيانا زميلتنا أهلها اثنين، إن شاء الله تكون كمان نفسهم بالسماء. مساء الخير بير دلال، بدي حي ضيفك وبتمنى له الصحة والنجاح دايما. تسلمي، الله يخليك، الله يخليك. في معنى أيضا الأخير رح أخده، بشكرهم كل اللي صلوا، بس هون أنا بذكر بصلاتك الموتى وخاصة عن الأنفس المنقطعة اللي ما عندها حدا يصلي له. بذكر كمان بصلاتي المرحوم خيلي اللي هالجمعة بيكون صار له سنة متوفى، تتكون نفسه بحضرة الله جون بيير كرم. انا بتشكر كل الاشخاص اللي صلوا معنا عبر الفيسبوك، الله يتقبل منكم يا رب، عبر الواتساب، بتشكرهم كلهم. قبل ما اكون عم بختم، خصصنا هذه الفقره نصلي عنيد الموتى. بالفقره الثانيه رح نحكي عن خبرتك اكثر فريم بقارة التسبيح، ونكون عم نسمع بركي كم ترتيله. يلا اذا بتقدم لنا كم ترتيله يا خيي متوصف فيك. شو بدنا، كانوا عددين كثير اللي صلوا معنا اليوم عبر الفيسبوك، والله الله يتقبل منكم. وان شاء الله اكيد ربنا حنون ورحوم وبيصبر محب للبشر، محب للبشر. وراح نقول له بعدين. هلا انا بدي صلي على راحه نفس جدي بي لبي امي اللي نهار السبت بيصير له 23 سنه متوفي. هذا الانسان اللي كنت بعد وفاة الوالد كنت عيط له بابا، بقول له الله يرحمك، انت عن جد كنت بي واكثر من بي، لا قصرت لا معنا ولا مع اي فرد من اولادك. ان شاء الله كل هالناس اللي بعدهم عم يذكروك ما ينسوك، لانه انت عن جد ما بتنتسى. الله يرحمك وضلك طول العمر بقلوبنا وبقولنا يا رب. فريم هذا الفترة اللي هو الأستاذ توفيق يمين، يعني أنا بس أكيد كمان مشكور بس اليوم لكن كنا عم نصلي نحن وياك على نية جميع موتينا. أنا كمان بذكر جميع الموتى من
عائلتي يلي سقطوا، بدي صلي كمان على كل نية الشهداء يلي عم يسقطوا ضحايا بلبنان، بدي اشرك صلاتي مع كل الاشخاص، لانه اليوم شفنا صلوات على نية العيال، على نية التفكك الاسري، على نية المرضى، كمان بنشرك صلاتنا بصلاتهم، بس انا برجع بذكر انه نحن صلينا على نية الموتى. الخبرة اكيد رح نسمعها منك فريم بالفقرة الثالثة، فقرة التسبيح. بنكون هيك انا وياك عم نختم الفقرة الثالثة الثانية، تاني بنكون كمان خاصة انه استقبلناكم عم نترحم كمان على نفس عائلتك اللي مثل ما ذكرت الوالد نوع الوالد. وجدك، وهلا بنسمع الخبرة منك اكيد. اوكي رح نكون انا وياك لكن عم نتوقف مع بريك، بنرجع يلا بنكمل اكيد الفقرة الثالثة. يلا انا رح كمل اوكي يلا بريك. اوكي اعزائي المشاهدين رح نتوقف مع بريك صغير، ومن بعدها متابعين معكم برنامج عم صلي لك. بتحب فنان معين؟ وأكيد بتحب تعرف عنه كل شي؟ حلو كتير، يا ترى بتحب يسوع؟ ده بتقول هون اتغير، هون ما في شيء بخليك تغير، هون لانه كله لورا. لا انا صار عمري 35 سنه مو وقت ما خلقت بعضنا مثل ما نحن، وكل يوم بنحط اريير لورا، ما في شيء اسمه درايف. الله بيقول أعزائي المشاهدين مكملين معكم برنامج عم صلي لك بالفقرة الثالثة على التوالي، فقرة التسبيح، أيضا مع ضيفنا فريم يلي اليوم موجود معنا لحتى نكون عم نسمع خبرته، لأنه كنا عم نصلي اليوم عن نية الموتى. على وفريم فكرة أنا بطلت ضيف، صرت من أهل البيت. أهلا وسهلا فيك. لكن فريم هالفقرة مخصصة فقرة التسبيح لحتى نكون كيف اليوم أنت بتسبح وتمجد الرب. أنا في عندي سؤال لك قبل ما نبلش كمان هذه تفضل. الفقرة اليوم عشت هذه الخبرة، اليوم بفقدان باي، اكيد كان في حدا كمان مثل ما خبرتني اهل امك صح، اخوالك يمكن كانوا عم بيحلوا محل باي، او يمكن بحد ذاتها الوالده كانت عم بتكون هي الباي كمان. اليوم كيف كنت عم تسبح وتمجد الرب؟ هل يا ترى كان في عندك نوعا ما اكيد في زعل وما بتعرف بايك، بس اكيد شخص عاش بلا باي. صدقني عم بقول لك نحن يعني يعني الفقدان اللي صار للوالد الله يرحمه، انا يعني تعود، ما حدا بيحل محل حدا على فكره، بس تعود قسم كتير كبير منه بأهل امي، واكيد امي اللي كانت عم تلعب اذا بدك دور مزدوج ما بين ام وما بين بي، وهيدا الشيء اللي كتير صعب بيعملوه كتير اشخاص، وامي لعبته بدور بطريقه كتير ناجحه. طب عم تحكي عن اهل امك؟ اهل امي واهل اكيد. بيك؟ خلينا على اهل امي بس، مش معقول شعرك وجهك. لا لانه لا لا انا دار لعبوا اهل، لا انا بدي احكي على الاشخاص اللي وقفوا حدي اللي هني اهل امي، ما بدي احكي على الاشخاص اللي كانوا غربة بالنسبه لي. انا موقف يعني عم تعيش خبره جيده من بعد وخبره سيئه مع اهل الوالد. لا ما بدي فوت بهالموضوع، يعني لا ما بدي فوت. لا انا كل هذا الموضوع عشت خبره سيئه، نصلي لهم بس، فمنصلي للكل، بده صلاه، الكل بده صلاه. انا اللي بدي اقوله انه ما حدا، ويمكن قلت لك اجا قصه الانجيل اليوم كانت بمحلها، ف الله يكون بعون الكل، والله يسامح اي انسان كان عم يخطي بحياته. وصليت انا على اشخاص على موت الضمير،
وبتصور ربنا هو بيعرف كل انسان شو لوين بده يوصله وشو بده يعطيه. يعني هو ربنا اذا بدك المخرج تبع هالقصه كلها اللي هي اسمها الحياه. نحن اليوم ما 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 اثر هيدا الشيء علينا بشكل كتير كبير، لانه في كان اشخاص عم يوقفوا حدنا عم بيكونوا عم بيلعبوا دور البي. صحيح ما حدا بياخد محل حدا اكيد. هلا انا بدي اقول شغله، انه عم بيسمعونا هني كلهم، انا بدي اوجه لكم تحيه وبدي اقول لكم الله يطول بعمركم كلكم، لمن خالاتي لاخوالي لستي لامي لاختي، ان شاء الله الله يقدرني لاقدر كفيكم. هني اكيد عم بيسمعوني هلا، وان شاء الله اوفيكم اذا بدك، ما راح اوفيهم تعبهم كله لانه هيك شيء ما بيتعوض، بس بقدر انا بوقفتي حدهم او بالكلام، يمكن الكلمه الحلوه هي بتطلع اكبر وفي للدين. فريم، الاكاديميه اللي عشت فيها كان فيها بعد من طرفين، اذا بدك تقول انه الباي دجا فقدته، وقليل ما كمان كانت حتى الام بمطرح معين يمكن كمان كان في بعض. انا حسب ما عرفت انك انت عشت خبره خاصه جوا، فيك تخبرني عنه؟ شوف، هلا نحن رايحين كنا برنامج ستار اكاديمي، عارفين انه في عندنا مرحله يمكن اذا بدك 4 اشهر رح منعيشها بعيد عن اهلنا، بعيد عن حياتنا اللي كنا نعرفها، اللي كنا عم نعيشها قبل، بس عم نتحضر لصورة جديدة رح نطلع فيها على المجتمع. وهذا الشيء كمان له ثمن، يعني بالنتيجة ما في شيء بيجي على الهين، أو ما في شيء بيجي بلا ثمن. وهذا الثمن اللي كان عم نعيشه هو إنك تبعد عن أهلك، عن محيطك، عن مجتمعك لفترة زمنية معينة. وهذا الشيء كان معروف، تصور كل شخص عم بيقدم هيك نوع برامج عم بيعرف هذا الشيء. نتيجة هذا شيء مفروض بالنتيجة نحن كمان إذا عم نصلي عنية الموتى. خليني كمان أذكر اليوم رامي الشمالي اللي سقط كمان، أنا سبقتني، حبيت كمان أحكي لأنه هو كمان من الأشخاص اللي شاركوا ببرنامج ستار أكاديمي، أنا كان عندي حصة معهم لأنه رجالة تحية لكولات ولدته. حصة ما عرفت أنا كمان أنه عم ينفتح ملف جديد بقضية رامي الشمالي، لأنه في حقائق جديدة عم تنفتح. أنا بصلي لحتى يكون كمان عم نوصل للحقيقة وينعرف المظبوط يلي صار. يعني أنا بحب أقول شغلة، إنه رامي ما كان يسوق، أنا رامي كان رفيقي بالكونسرفاتوار، رامي كنت جيبه معي أنا من الكونسرفاتوار وصله، رامي ما كان يسوق. هيدا الشيء اللي طلع على الهواء إنه رامي كان سيء، أنا هذا الشيء عم يتبرر هلأ إنه مش هو اللي كان سيء. أنا قريت من يومين عم بيقولوا صح، وأنا كمان هيدا أنا كمان قريت هذا الشيء. إن شاء الله يا رب تبين الحقيقة. الله يرحمه أكيد. أنا حبيت أذكره لأنه ما سبقتني، عم بقلك سبقتني لأنه أنا كنت حابب أذكره. على فكرة رامي شمالي كنت عم بذكره أكثر من مرة بستار أكاديمي وجوا بالأكاديمي، يمكن ما طلع على الهواء ولا مرة، بس أنا بقول لأمه إنه أنا كنت عم بذكره، أنا ما عم بذكره كرمال لأمه. على فكرة رقمه لرامي شمالي بعده على تليفوني ورح يبقى، وهيدي بتصور هيدي الصداقة الحقيقية، مش إذا قدمت على ستار أكاديمي بطلت صديق. الصداقة الحقيقية إنه واحد يترك رقم تليفون صديقه على أباريته على تليفونه حتى من بعد ما توفى. هيدي الصداقة اللي ما إلها ثمن وما إلها مصلحة. فريم كمان معك بدي يكون عم بسمع منك شيء هلا، لانه فينا مرق لنا شيء هلا نسمع ترتيله، ما بعرف شو بدك تسمعنا هلا. اول ترتيله من وحي يلي عم نفكر فيه يلي هو صلاه على نية الموتى، ما بعرف اذا حضرتك كمان في كمان شخص، لانه حضرتك بهذا الجو الفني كان عم بيقول بيقول منصلي عنية الفنانين اليوم، نذكر راح الوديع الصافي مهرطاج، عار تحيات من كفر دبيان لألكم جميعا. انا بوجه تحية لحظة لا هون كفر دبيان، لانه في حدا عم يقول كفر دبيان لا هون يعني في حدا عم يحضرك.
بدي اقول جمله صغيره كنت دائما اقولها بالمقابلات معك، وما بعرف اذا ليه ما كانت تنزل، ما بعرف. بس هلا هون بدي اقولها بما انه مباشر على هوا هلا. انا بدي اعتذر من كل اهل كفرديبيان لشغله، ظروف الحياه بعدتني عن منطقتي، بس انتو دائما دائما بقلبي وبفكري ودائما انا بحس حالي مقصر تجاه هالمنطقه. بما انه ظروف الحياه كانت شوي قاسيه وبعدتني على المنطقه، ما تعبوا علي لانه ممكن مقصر انا مع هالمنطقه، مع واجباتي بهالمنطقه، بس كونوا اكيدين لما تصير القصه اكون قادر على هذا الشيء، انا رح ارجع على منطقتي ورح ارجع اطلع، مع العلم انه مش انا مش مهاجر من المنطقه، لا انا دائما ضلني على تواصل مع المنطقه. منيح لذكرك ماهر تحكيت عن، لا انا كنت بدي احكي بس بالختام، بس مثل العاده كل مره بالختام عم تنقطع انت بالنص. فريم شو بدنا نسمع منك هلا؟ ترتيلي، في ترتيلي انا كثير بحبها، بدي كمان اقول الله يرحمه للاستاذ الكبير زكي نصيف اللي هي حنانك يا رب الاكوان، اللي ما بعرف يمكن بتطلعني على السما لما اسمعها. لك رح نسمع منك حنانك يا رب الاكوان بدايه. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاقي، فسرت بهديك في دربي وبالظمأ المشتاق لمن هلك الصافي العذب، أروي به أمنياتي. حنانك يا أكوان إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. يسلم هالتم فريم. كمان انا بضم صوتي لصوتك، كمان اقول للراحل زكي نصيف اكيد ولعائلته حر التعازي. انا بدي منك كمان كلمه اخيره قبل ما نختم هذه الفقره الثالثه من برنامج عم صلي لها، فقره التسبيح. كن معك ايضا عم نشوف كلمه وجهت لعائلتك، شو بتقول اليوم للوالد مع انه ما بتعرفه بس خبروك، عندك يمكن خبرة شخصية، انت بدي منك انت اليوم شو بتقله؟ واليوم خصصنا لنكون عم نصلي على نيته وعن نيت جميع الموتى. انا بدي اقول كلمتين للمرحوم الوالد والمرحوم جدي. اول شيء بكلمة للمرحوم الوالد، بدي اقول له الله يرحمك ويرحم ترابك، يمكن أتمنى شيء أعطيتني أني أعيش باسمك، وكنت لما أذكر أني أنا ابنك كانت محبة العالم كانت عم تكون كتير كبيرة لألي قبل ما أقول أنا مين. هيدا الشيء بتصور أتمنى شيء ممكن بي يعطيه لها ابنه. نحن ما بننساك ابدا، ولو حتى معرفتك، بس انا معرفتي فيك اتمن من المعرفه الشخصيه فيس تو فيس او وجها لوجه. الله يرحمك.
للمرحوم جدي بدي أقول أنت كنت أكثر من جد، كنت بي، يمكن بقولوا ما أعز من الولد إلا ولد الولد، وعلى هالأساس صرف معنا المرحوم جدي. أنا بدي أقول بهذا الأسبوع أنت سبت بيكون لك 23 سنة متوفي، الله يرحمك، ودايما بقلوبنا وبعقولنا أستاذ توفيق يمين، طول عمرك بعقولنا وبقلوبنا يا رب. طول عمره كمان كفى اسمه توفيق كمان زيادة. شفت كيف؟ فريم في عندك بعد ترتيلة نكون عم ننهي فيها؟ بتحب تغير هلا الترتيلة؟ يلا ترتيلة أخيرة نكون عم نختم فيها هذه الفقرة، بس تشوف بعد أنت شو عندك كمان ترتيلة، شو بدك تقول لنا بعد؟ أنا بدي أقول ترتيلة لل يمكن للأب منصور، للمونسينيور منصور لباكي، رجالة تحية كتير 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 إن شاء الله كمان. أنا لأن ما بعرف بعد كل هالدوشة اللي طلعت ما بتوقع أنا أكون إنسان على هيدا برأيي الشخصي، ما عم بحكي عن هذا رأيي الشخصي، ما بتوقع أنا إنسان يكون يكتب يا مريم ويا نا يا ألحان السماء أيها السموح وليلة الميلاد عرفت بأن قد تعثر دربي، هول كل هالتريتين اللي ربينا عليها واللي وصلتنا للسماء. فريم كلنا بنعرف هذه القصة، مش هنرجع نفتح ما رح نرجع الموضوع، بس أنا كان بدي أقول لفت صغير. أنا دايما بأول حديثي ببرنامج عم صلي لك كون عم بحكي بشكل عام صح. عن مساجات يلي بمرقها، وأنا عندي كمان وجهة نظر للإذاعة وللشاشة اللبنانية كرمال يكون عم يوصل الأخبار، لأنه إن كان عبر التهميش بمنصور لباكي وإن كان عبر أحد البرامج اللي عم تنعمل اليوم وفي التهميش على المؤسسات الدينية وعلى رجال الدين، أنا في عندي أكيد موقف حكيت عنه هديك المرة. خلينا نضلنا بالترتيب أفضل ما نكون عم هوديك تنكون عم نختم. أنا معك نكون هلأ عم نختم الفقرة الثالثة، فقرة التسبيح، بنكون سبحنا مجدنا الرب، صلينا على نية الموتى وبنسمع أيها السموح. أيها السموح خالقي وربي، ضوءك يلوح في ظلام دربي، فيك أستريح يا سلام قلبي، تعصف الرياح نفسي لا تبالي، تثخن الجراح فيك أنسى حالي، قربك تزاح عتمة الليالي. فريم وصلت أنا وياك لختام هذه الفقرة، أنا بتشكر حضورك معي ببرنامج عم صلي لك، كنت معنا بالفقرات الثلاثة، الفقرة الأولى فقرة المشاركة حول الإنجيل لقينا لوقا الفصل 16 من الآية 19 للآية 31، أعطيت خبرتك من خلالها. فقرة الثانية هي فقرة صلاة على نوايا، صلينا عنية الموتى، عنية الوالد والعيلة، أيضا بفقرة الثالثة سمعنا منك بعض التراتيل، وكمان سمعنا خبرتك الشخصية من خلال هذا الموضوع. أنا بتشكرك، ما في زبان عندك تقول شيء مع أنه ما بقى في وقت، بس بدي أقول شيء. قول شيء. أنا بدي أشكرك لك، أنا بدي صلي عن عنية جميع الموتى، على نية الأشخاص، الله يرحمنا نحن وعايشين بهالوضع قبل ما نحن وميتين. نيانوا اللي طلعوا لفوق، مش عم يشوفوا ارتاحوا. إن شاء الله الله يحمي الجميع والله يكون بعون الكل. وأنا بدي أشكرك بالمرة للمرة المليون، أنت عن جد خي وصديق بكل معنى الكلمة، وأنا كان إلي الشرف كون معك هلأ أو قبل. تحب تسألني البطل شو هو؟ هيدا بفوت على اليوتيوب يحضر حلقة قصة بطل؟ بتعرفوا شو قصة بطل؟ فوت على اليوتيوب احضر قصة بطل. بتشكرك فريم، أنا كمان للمرة الأخيرة
لحضورك معنا. لحكون عم بختم انا وياك هذه الفقره اكيد. اعزائي المشاهدين، الفقره الثالثه من برنامج عم صلي لك، فقره التسبيح، وصلنا على نهايتها. لننتقل للفقره الرابعه، فقره قديس اليوم، لنشوف اليوم ما زميلتي تاتيانا شو مخبيت لنا لفقره القديس. بس هلا رح نتوقف مع بريك صغير، ومن بعدها متابعين معكم برنامج عم صلي لك. إذا هلأ بدك تحكي يسوع، شو بتقله؟ بحبك. مش أنت إيف، حضرتك اللي ورا الشاشة، شو بتقله؟ بحبك. إيف، بحبك. إيه، هيدا مش صوت إيف بس، خلي قلبك دايما مثل الطفل تا يعرف يقول بحبك بلا ولا شي. يا صانع قلبي الصغير، الله خلقك إنسان، الخطية عملتك نسناس، شرير، طماع، كذاب، حقود. بقرارك ترجع إنسان على صورة الله ومثاله. مكملين معكم برنامج عم صلي لك بالفكرة الرابعة على التوالي، فكرة قديس اليوم. لنشوف اليوم زميلتي تاتيانا شو مخبيت لنا من قديس. تاتيانا، اول شيء مساء الخير. كيفك؟ انا منيح وانت منيحه؟ الحمد لله، نشكر الله. شافوا مشاهدينا من خلال اليوم برنامجنا الفقرات ثلاثه من برنامجنا، واليوم كانت صلاتنا صلاه خاصه على نيه الموتى اجمعين. خليني معك كمان نشوف شو محضرتي لنا. اي قديسه معنا اليوم لو نتعرف عليها؟ اكيد دائما بتخبي لنا قديسه جديده. شو لها علاقه ب هالحياه اذا عندك كان حدا توفى؟ ما بعرف اليوم رح على نية مين، على سوري مين رح نشوف معك؟ هلا هي قديسة منا جديدة، بس قديسة مش معروفة يمكن. لا جديدة بالنسبة للمشاهدين، لا نحكي نوضح شوي، يعني بيعرفوا كلهم مار شاربل ودومينيك سافيو، كلها بيعرفون، بس الأشخاص يلي السبيسياليست أكثر اليوم بهذا الموضوع شوف معك مين. رح قديسة تمارا. تمارا، ما بعرف، كنت عم بعمل رشاش، كنت محتارة عن جد مين بدي احكي اليوم، بس قريت هيك كذا قصة ولفتت لي نظري القديسة تمار كيف عاشت حياتها انه بعدها توفى بيها. رح احكي عنها. الخبرة اللي كان عاشتها هي انه كان متوفى بيها، صح؟ لا، شافت بيها، سلمها العرش، احكي عنها وكيف هي كفت بوعده. لكن خلينا نشوف حياتها معك. تمار وحيدة لأهلها، هي خلقت بجورجيا بمنطقة بروسيا سنة 1166. هي بنت الملك جورج الثالث، وحيده لاهلها، ما في صبي ولا بنت. بيا حب انه بدها تصير بنته ب 12 سنه تشاركوا العرش، تصير ملكه، يعني قبل ما انه تتسادوا. فانا بعمر 12 كمان كانت معه لبيا وعم بيعلمها كيف هي ترجع تصير تستلم. سنه 1184 توفى بيا، وهون بدها تكفي خلص، صارت محل انه ما بدها تنهار. كانت كثير متعلقه ببي، عندها بي مثال الاعلى، وقررت، هلا اكيد نحن عم نشوف الصور، قررت تكفي وتوفي بوعده اللي هو تستلم العرش. بعمر 18 سنه كانت هي ملكه بجورجيا، كان عيطوا للملك لانه هو كان يحب يكون عنده صبي، ما يقولوا لملكه، عيطوا للملك تمار.
وكانت كتير مؤمنة يعني عند اليسوع والعذراء شيء كتير مهم. يعني اللي صار انه طلبت من الإكليريوس انه يحكموا بالعدل، يعني حتى طلبت قالت له انا لو اخطأت كمان بتطلبوا بالحكم علي، ما انه يكون في واسطة لانه ملكة او شيء. زوجت شخص اسمه يوري ابن امير اندرو، صار بعد فترة كان يتعاطى الكحول ويعملها كتير معاملة سيئة، طلقته ونفيوه لبارد خارج البلاد لمنطقة قسطنطين. هلأ بالقصر أصر البلاط بالقصر أنه تتجوز، طلبت من عمتها أنه تدبر لها حدا. يعني تجوزت شخص اسمه ديفيد سوسنا وعيشت معه. هون كنت عم بتهون تشالة شو كنت تعمل هلأ فعلا كيف كانت تشتغل كحياة مسيحية. كانت بالنهار كانت هي عم عملت انتصارات حرب قوية، انتصر جيش الجورجيا وكتير كنت تشجعهم تعطيهم المعنويات والإيمان وتنتصر، وكانت بالنهار تكون معهم لابسة ثياب الملك وعشية تمشي حافية وتروح عند الأيقونة العذراء وتركع وتصلي وتبكي وإنه يكون بلدها قوي وينتصر الجيش ويقوى المسيحية بالمنطقة. وكانت هذه كل يوم ما في مجال، كل يوم بدها تمشي حافية، بالنهار تكون لابسة ثياب الملك وعشية بدها تمشي حافية وتخدم الفقراء وتخيط لهم هي بإيدها ترز لهم الثياب، تخيط لهم طيب توزع لهم وتوزع الاكل هي بايدها حافيه تبرم على البيوت الملكه، وكمان نفس الوقت تحكي عن المسيح بجيشها على طول بدها كانوا بالحرب. كنت قبل تعطيهم وعظه تتخبي عن المسيح وتخبي وتحكي لهم عنهم. في مره في شخص اسمه سلطان طلب يتجوزها، قال لها رح اعمل حرب كبيره على جورجيا بس انا بوقف الحرب على شرط انه بتنكر ديانتك المسيحية وبتصير مسلمة. اكيد هي رفضت هون وقالت له انا ما بتخلى عن المسيح لو بدي اخسر الحرب، بس بصلاتها كنت ترجع تركع عشية وكمان تروح حافية عند الايقونة العذراء وتطلب منها انه يربحوا ينتصروا ويقوى شعب المسيح. وفعلا هيك دايما كان يصير. في شغلة كمان مرة حلمت بالليل فاتت على الدير وكان في 12 شخص، طلعت فيهم سألتهم عم تقول له للكاهن مين هدولي، قلت لهم هدولي رسل المسيح ولازم انت تخيط 12 بدلة. وعيت من هالحلم وفعلا راحت خيطت 12 بدلة لكاهن ولبستهم ياهن لهن انه 12 انه اعتبروهم 12 رسول تلاميذ المسيح. كمان في مطرة كانت تروح توزع مصاري وتساعد، فاتت مرة على محل هلا تفوت تصلي شافت فقير ولبسة هي الكولية مثلا من ذهب تقيل كتير، أساست انه بتطلع وبترجع بتساعده، طلعت ما لقيته وانقهرت كتير. كل اللي كانت لبسته من ذهب قدمته للأيقونة العذراء وفعلا عمره وعملوا كنيسة كتير كبيرة. هلا بيحكوا عنا بتتوفيت مرضت، عطيها الله إلهام إنه بعد 3 أيام بدك تموتي. ودعت الكل، ودعت الجيوش، عملوا لها مراسم هي وطيبة، ودعت الكل وعطتهم الوصية إنه ما المسيح العذراء المسيح هذه وصيتهم، يخدموا الفقراء ما ينسون يساعدون. وفعلا تمت توفيت، كنت هلا كان عم بقوله بالسنة تقريبا يعني ما كان ب 18 كانون الثاني 1213 الكنيسة بتعيد لها بواحد أيار، كل واحد أيار الكنيسة بتعيد للقديسة تمار. هلا في أخبار بقوله مش عارفين وين جدة تبعيتها، يعني وين الروفات الروفات تبولها، يعني شي بقوله بقيت بجورجيا وفي بقوله إنه بدير الصليب بمنطقة أورشليم، لحد هلا مش معروف مش مذكور. بس نحن أكيد أكيد بمختصر بس بنصح عن جد انه اللي يفوتوا يقرا قصتها مزبوط والصلاه تبعيتها قد رائعه وحلوه هي قديسه سانت تامر. كان معك عم نتعرف على قديس جديد اليوم، مثل ما قلت انت مش قديس جديد بس هو بالمعنى انه جديد للناس للناس اكيد صح. انا بتشكرك تاتيانا دائما بتغنينا بقديسين عم نشوفهم اكيد عندهم ربط مع الفقره او الصلاه اللي عم نصلي من اجلها. انا وياك اكيد رح نختم هذه الفقره فقره قديس اليوم، وهيك بنكون عم نختم كمان برنامج عم صلي لك. انا وياك اللي نكون عم نقول لمشاهدينا انا بتشكرك اكيد ميرسي لك تاتيانا. اعزائي المشاهدين برنامج عم صلي لك بيكون انتهى لهون. في انا بدي ارجع اذكر
بفقرات الأربعة يلي كانوا معنا. الفقرة الأولى فقرة المشاركة حول الإنجيل، كنا عم نقرأ لوقا الفصل 16 من الآية 19 للآية 31 يلي هو مخصص لأحد الموتى، أحد الموتى مثل ما نحن صلينا مع الكنيسة. أيضا الفقرة الثانية يلي كان معنا ضيفنا فريم سلامة، صلينا معه على نية الموتى جميعا. وأيضا الفقرة الثالثة فقرة التسبيح يلي شفنا فيها خبرة الأفريم، وأيضا التسبيح عبر التراتيل يلي سمعنا إياهن. فقرة الرابعة مع القديس اليوم مع تاتيانا. أيضا أنا بشكر حضوركم وبشكر متابعتكم لهذه الحلقة، وأكيد ملتقينا بحلقات مقبلة من برنامج عم صلي لك.